بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، السيد عميد كلية الآداب الأستاذ الدكتور عبد الباقي بدر الناصر المحترم، الأساتذة الكرام من الجامعات العربية والجامعات العراقية، وخصوصا جامعتنا الحبيبة المستنصرية، الباحثة من الجزائر الدكتورة شفيقة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الود والمحبة نلتقي في رحاب كلية الآداب، كلية الإبداع والجمال، الجامعة المستنصرية، وأمسية جديدة من أمسيات كلية الآداب على منصة كلية الآداب الدولية. يشرفنا اليوم أن نقدم لكم من هناك من الجزائر الدكتورة شفيقة بوعيل لتقدم لنا محاضرة بعنوان الجذب من خصوصية العرفاني إلى نمطية الاجتماعي النفري انموذجا. نتمنى لكم معنا اليوم أمسية مميزة. في سطور قليلة نقدم معلومات عن دكتورة شفيقة، وهي غنية عن التعريف والسي في، لا بالحقيقة يعني يحتاج وقت لذكرها، سأختصر قدر ما أستطيع. باحثة جزائرية في التراث الفكري والأدب العربي والإسلامي، حاصل على شهادة الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها من الجامعة الأمريكية في بيروت، زميلة أبحاث بالمجلس العربي للعلوم الاجتماعية بالمعهد الألماني للأبحاث الشرقية ببيروت، باحثة رئيسة بتقرير حال اللغة العربية ومستقبلها الصادر عن وزارة الثقافة بالإمارات العربية المتحدة، وعضو فرق مشاريع عمل في إحياء التراث وفي ترجمته. درست في العديد من الجامعات العربية وقدمت عددا من ورش العمل الدولية، وحاضرت في مؤتمرات علمية عربية وعالمية كثيرة، لها أبحاث كبيرة منشورة في مجلات علمية محكمة، وعضو في عدد من التجمعات العلمية العالمية، ومستشار تحرير عدد من المجلات العلمية العالمية. إضافة إلى ذلك شاركت في العديد من المهرجانات الشعرية العربية في الجزائر ولبنان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن وسوريا وموريتانيا، وترشحت لنهائيات أمير الشعراء عام 2008، حصلت على جائزة لجنة التحكيم، وترشحت أيضا لنهائيات شاعر عكاظ في 2019، لها ديوانان، الأول بعنوان يشي به الظل والثاني بعنوان يقطف الصدى، لها ديوان ثالث تحت الطبع يحمل عنوان أقول كأنك وأنت إنك، ولها كتابان أيضا تحت المراجعة، الأول يحمل عنوان الذي رأى قراءة في فلسفة الشعث في التراث العربي، والثاني بعنوان صناعة الجمهور في التراث الإسلامي. يتفضل السيد عميد كلية الآداب الأستاذ الدكتور عبد الباقي بدر ناصر بإلقاء كلمته مشكورا. تفضل دكتور، الكلمة معك. شكرا دكتور مهند. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، أيها الكرام، من أساتذة الجامعات العربية، من الزملاء، من الباحثين، من المفكرين، من العلماء، الضيوف الكرام من كل الجامعات العربية والجامعات العراقية والجامعة المستنصرية، أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة وسلام، وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وأنتم بسعادة. نلتقي لنرتقي بالكلمة وبالحوار في منصة كلية الآداب الدولية الجامعة المستنصرية، وأقول كما يقول الشاعر: وتنطلق الحكايا باشتياقي لأسحر بالعيون وبالتلاقي. اليوم حقيقة نحن بمنتهى السرور والسعادة
لاستضافة الأديبة والشاعرة والمفكرة والباحثة العربية العراقية. حقيقة عندما أقول العربية العراقية، لأن العراق القلب النابض بحب العرب، والفضاء الذي يجمع هؤلاء حقيقة العلماء والمفكرين والأدباء. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. نتشرف اليوم بتقديم الأديبة والشاعرة الدكتورة شفيقة. نتمنى لكم أمسية ثقافية معرفية ملؤها الإفادة والمتعة حقيقة، وندعو الباحثة الكريمة للتفضل بتقديم المحاضرة. وأهلا وسهلا ومرحبا بها بين أهلها وأحبتها في الجامعة المستنصرية وفي كلية الآداب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم دكتور. نعم دكتورة شفيقة، الكلمة معكم، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله حمدا كثيرا على هذا المجلس العامر الذي حباني الله به في رحاب المنصة الافتراضية، الحرم الافتراضي للجامعة المستنصرية العريقة بكل تاريخها وأمجادها. شكر جزيل للأستاذ الدكتور عبد الباقي الخزرجي عميد الكلية، ولرئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حميد فاضل التميمي، وطبعا لحضرتي مهندسي هذا اللقاء ورئيس المنصة، منصة كلية الآداب العالمية، الدكتور مهند عاصي. شكرا لكل الأساتذة الكرام الأفاضل الذين يحضرون معنا في هذه الليلة لمشاركتي شيئا من الهواجس الفكرية بخصوص موضوع رأيت أنه يعني الأفضل أن أتحدث فيه في لحظة تمجدني تاريخيا كلحظة القراءة في منصة كلية الآداب في الجامعة المستنصرية. عندما عرض علي أو طلب مني إلقاء محاضرة بهذه الجامعة بكل تفضل من الأساتذة الكرام القائمين على الأمر، كنت أفكر ما الذي يمكن أن أطرحه في حضرة هذا الحرم الأشم. كثير من المواضيع يمكن أن تدرس، لكني اخترت أن أكون منحازة إلى العراق، على الأقل باختيار موضوع مرتبط بالعراق نسبيا. الموضوع الذي أطرحه اليوم هو الجذب من خصوصية الوجداني إلى العرفاني، إلى العرفان العرفاني إلى الاجتماعي، الشخصية النمطية الاجتماعية من خلال شخصية النفري، محمد بن عبد الله النفري. لماذا أختار أن أتحدث عن الجذب في علاقته بالنفري بالجامعة المستنصرية؟ النفري طبعا كما تعلمون حضراتكم محمد بن عبد الله النفري، وليس محمد بن عبد الجبار النفري. محمد بن عبد الله النفري هو ذلك الصوفي الغامض، صاحب التجربة الغامضة، الذي ارتبط اسمه بالعراق عندما جعله أربري محقق مواقفه ومخاطباته لأول مرة عام 35 و900 وألف، جعله عراقيا، وجعل كلمة نفري نسبة إلى نفر، اللي هي نيبور، قرية في سواد الكوفة أو نواحيها. الإشكالية كانت أن هذا الرجل، وطبعا هو ليس محمد بن عبد الجبار، الاسم خطأ، لأن محمد بن عبد الجبار البصري هو التلميذ الذي دون المواقف وليس هو صاحب التجربة نفسها. فالإشكالية التي اعترضتني آنذاك هو البحث في تاريخية هذا الرجل. هل هذا الرجل شخصية افتراضية أم شخصية تاريخية حقيقية؟ هل فعلا عاش في العراق؟ هل فعلا هو صاحب الكتاب؟ هل ألفه؟ هل قاله ودونه شخص آخر؟ من هو؟ عالم مجنون من مجانين الله، مجذوب درويش سالك، من هو تحديدا؟ كيف يمكن أن نقرأ نصه بناء على ما يمكن أن يقدمه لنا هذا الرجل من كشوفات تستطيع أن تضيء على تجربته؟ الحقيقة لم يكن موجودا، الرجل غائب كليا عن مصادر التصوف ومصادر التاريخ عموما، ولا نجد له ذكرا إلا لا نجد له إشارة إلا من خلال ما عثرنا عليه في المخطوطات من تواريخ تدوينها، والتي كان آخرها عام 364 و300 وألف و300 عفوا للهجرة،
وطبعا هذا لا يمكن أن يكون تاريخا محددا لوفاته، ولكن على الأقل نقول إنه كان قبل هذا التاريخ موجودا وحيا. نجد أيضا في المخطوطات ما يدل على أن له تلميذا، هذا التلميذ هو الذي دون مواقفه تدوينا لاحقا. يبدو أن أيضا لهذا الرجل كانت له جذاذات وأوراق منتشرة بين الناس لمختلفهم، يعني لمختلف أطيافهم بمختلف أطيافهم، ويمكن دونها أكثر من شخص واحد غير محمد بن عبد الله البصري، ولكنها غير موجودة، ولم نجد من هذه التدوينات إلا ما هو لمحمد بن عبد الله بن عبد الجبار عفوا محمد بن عبد الجبار البصري في بعض المخطوطات. لا نعرف شيئا إلا أنه محمد بن عبد الله المدون يقول إنه دون المواقف في النيل، أول آربر النيل بأنها أيضا بليدة في الكوفة، وأهمل كون النيل أيضا إمكانية مصرية، خاصة وأن الكتاب كان يقرأ على ابن عطاء الله السكندري بمصر، وهو أهمل هذه الافتراضية. أهمل أيضا آربري افتراضية أن النفري ليس عراقيا بدليل وجود نسب أخرى غير النفري، وأهمها فيما أرى نسبة النفزي، ونفزة طبعا هي قبيلة أندلسية عربية بالأندلس يعزى إليها كثير من الأعلام. أهمل آربري ذلك وألغى كل النسب ما عدا نسبة النفري ليثبت عراقية النفري. لا نجد في الحقيقة دعائم حقيقية لإثبات عراقية النفري، لكن يمكننا أن نزعم أن هذا الرجل غير تاريخ التجارب الصوفية، ومنحنا بعد اكتشافه من قبل آربري عام 35 نفسا جديدا للتجارب الصوفية. غاب النفري غيبة طويلة بعد وفاته، أو على الأقل بعد الفترة التي عاش فيها، حتى بعد ذلك نجده عند ابن العربي مع القرن أواخر القرن السادس السابع، ف يعني السادس السابع، فنجد الرجل أشار إليه إلماحات قبل أن يخرج، يعني ابن العربي قبل أن يخرج إلى المشرق، ما يدل أنه ربما تعرف إليه وهو في المغرب العربي آنذاك حين كان النفري غائبا كليا عن مصادر المشرق. نفتح نافذة، لعل الرجل ليس مشرقيا كليا، لكن لا، ليس عندي أدلة أنه مغربي أيضا أو من المنطقة المغربية للعالم العربي بشكل عام. أقول هذا الكلام ليس لكي أسحب مجد العراقية النفري منه كما فهم بعض الحضور في إحدى محاضراتي وإنما لكي أقف عند الأدلة التاريخية التي تقول لنا من هذا الرجل. وعلى هذا الأساس أنا أريد أن أفهم هل هذا الرجل رغم كثرة التأويلات التي قدمت لغيبته التاريخية، هل هذا الرجل يزعم مثلا درويشا كما ادعى نيكلسون، وهل كونه درويشا هو بالمصطلح الصوفي المحدد في فترته التاريخية، أم هذا الرجل مجذوب كما يمكن أن يحمل على ذلك المصطلح، ولكن هذا كان بعد ظهور النفري أيضا، ويكون هذا طبعا عزو بالتقادم، يعني عودة إلى زمن النفري، أم هو حالة فريدة يمكن أن نصفها بالجذب العرفاني لا بالجذب الشخصي، لكن يمكن أن نفسر غيبته بالجذب الشخصي الذي اتخذ بعد ذلك نمطية اجتماعية ما كما سيظهر الآن. لأنطلق إلى ذلك، طبعاً سأحاول أن أشرح هذه المفردات التي سأتوصل إلى قراءة أو معرفة النفري من خلالها، الجذب أو مجذوب، درويش، فقير. هذه المصطلحات الثلاث هي من أكثر المصطلحات تداولاً في وصف السالك في طريق التصوف. كان لقب الفقير طبعا مستعملا منذ بواكير ظهور التصوف، وهذا عائد إلى حقيقة مصطلح الفقر بحد ذاته، بوصف الفقير هو ذلك المتعلق بغنى الله الخارج عن حوله وقوته، الشاعر بفقره الدائم لله تعالى، وهو تحقيق المفهوم الروحانية في التصوف أيضا. وأبكر ما وجدته بهذا الاستعمال كمصطلح هو عند أبي بكر الدقي في دلالته على السلوك بشكل عام، لم يحدد أي نوع ولا نمط ولا وصف لهذه الشخصية سوى أن السالك فقير. انتشر بعدها المصطلح في المغرب والمشرق الإسلاميين انتشارا سريعا، حتى إنه في المغرب العربي تحديدا مصطلح الفقير لحد اليوم ما زال يطلق على الصوفية، لكن على الصوفية الواعين لا على الصوفية الغائبين كما سنرى بعد قليل. الصوفية الواعين بالسلوك
ومراحله والساعين إليه. لفظة الدرويش هي كلمة فارسية من الدروشة، تعني الفقر والتسول والوقوف عند الأبواب طلبا للقمة العيش. تدل أيضا في لغتها على الزهد والاقتناع أو الاكتفاء بالقليل بما يسد الحاجة فقط. لم تكن تحمل في لغتها دلالة صوفية بالمطلق، لكن احتكاك الفارسية بالمجتمع العربي أدخل هذه الكلمة لكي تستعمل في التصوف بمعنى المتسول على أبواب المعرفة، أبواب الله طلبا للمعرفة. وأقدم طبعاً ما وجدته من هذه الكلمة أيضاً يعود إلى منتصف القرن الخامس الهجري بعد النفري تقريباً بقرن، عند أبي الحسن الخرقاني، ثم بعد ذلك عند الهجويري، للدلالة على هؤلاء السالكين إلى طريق الله الذين يسمون دراويش أو دراويشة. مصطلح الجذب هو تقنياً من أبكر المصطلحات العرفانية للدلالة على السلوك، لكنه لم يكن يدل على شخصية نمطية كما سنرى لاحقا. الجذب أبكر يمكن ما نجده هو عند الحكيم الترمذي في الذي توفي حوالي يمكن 2300 للهجرة تقريبا، وفي الفترة نقول في الفترة التي كان فيها النفري حيا ويسير بين الناس ويلقي مواقفه ومخاطباته. وأفرد الترمذي للجذب أو للجذب لفكرة الجذب فصلا كاملا في كتابه ختم الأولياء. والمجذوب عنده وهو نفس التعريف الذي تبني في التصوف بشكل عام هو الذي جذبه الله إليه وكشف له حتى وصل. السالك إذن لا يجاهد، السالك عفوا يجاهد من قبل نفسه ويبذل مجهودا للوصول، أما المجذوب فليس من قبل نفسه، هو اختير وفتحت له السبل للبلوغ والوصول إلى الحضرة الإلهية. إذن كما يقولون تصفيته يتولاها الله بأنواره. ثم أطلق لفظ المجذوب منذ القرن الثامن للهجرة في البلاد الإسلامية ليخص الآن نمط شخصية، نموذجا شخصيا ذا صبغة دينية واجتماعية لأشخاص اخترقوا المألوف وشذوا عن المجتمع واتخذوا الهامش فسحة لممارسة أفكارهم وحيواتهم، وأغلبهم وصم بالجنون، إما الجنون المطلق بسبب غيبة مطلقة كان يغيب عن الوعي مطلقا طول حياته، وبعضهم بسبب الجنون المؤقت حيث كان يغيب أحيانا ويصحو أحيانا. ثم نجد أن المصطلحات المصادر عفوا بعد ذلك استخدمت لفظ المجذوب للدلالة على مجانين أبكر من الفترة التي صار فيها المصطلح يدل على شخصية نمطية في فترة مبكرة جدا. نجد مثلا في بعض الكتابات المعاصرة خاصة من تصف مثلا بهلول ابن عمرو المعاصر لهارون الرشيد و الشبلي وسعدون تصفهم بالمجاذيب المجانين، وآخرين وربما تسمي مجاذيب أشخاصا بدون تعيين أسمائهم هكذا، ويدرجون تحت خانة الجنون أو الجنون في الله. وطبعا هم وجدوا قبل التأسيس للمفاهيم، ومع هذا يوصفون بهذه الأوصاف بعد أن تأسس مفهوم الشخصية عرفان، مفهوم شخصية اجتماعيا، وربما قبل أن تتأسس شخصية عرفانية، وربما أيضا قبل أن تتأسس اجتماعيا، أكيد قبل أن تتأسس اجتماعيا وربما قبل أن تتأسس عرفانيا. انتشر بعد ذلك لفظ المجاذيب للدلالة على هؤلاء السائرين إلى الله سبحانه وتعالى منذ القرن التاسع العاشر للهجرة. بمسح المصادر تجد أن أكثر فترة استعمل فيها هذا اللفظ هو في الترجمة لأعلام أو في ترجمة المصادر التي ارتبطت بهذه الفترة، ولكن ربما بخصوصية كبيرة نجده في المغرب الإسلامي ومصر والسودان، يعني الناحية الغربية للعالم الإسلامي، بينما أكثر ما نجد التصاق لقب الدرويش بالمنطقة الشرقية أو المشرقية للعالم الإسلامي بامتياز. شخصية المجذوب المغربي تقترب من شخصية الدرويش المشرقي بعد أن يعني أسست المفاهيم، من حيث اتصافهما معا بالترحال والفقر والالتباس أقوالهما بالحكمة والجنون قصدا
أو تورية أو لغرض التخفي أو لغرض الفلات من العقاب أو أيا يكن. وهذه الملامح هي التي وصف بها كونت أنري دو كاستخي عبد الرحمن المجذوب المغاربي أو المجذوب بالدال كما يسمى في المنطقة المغاربية. ولكنه يرى أن الدرويش لا يشبه المجذوب. الدرويش عنده هو المولّه، هكذا يصف، يقول المولّه الذي يهز الرأس، يقصد به الرأس، يهز رأسه يقصد به الرقص قصدي. والدرويش المغربي بشكل عام عنده، أو المجذوب المغربي بشكل عام عنده، أنه لا يعبر بطريقة الرقص والكدية والتسول عن حالته العرفانية بقدر ما يعبر عنها بحكمه التي تبلغ مبلغ الشطح أو مبلغ ما قد يسمى بالجنون. نلحظ أنهما أيضا يختلفان، وهذه خصيصة مبكرة اكتشفها أو وصفها الباحثون، التي هي فكرة التسول. في الدرويش اصطبغ بصفة التسول التي هي أصل في الكلمة دلاليا في وضعها الفارسي أو في وضعها العربي. ولذلك ربما عزف كليا أو إلا قليلا عزفة المصادر أو الحياة المغاربية بشكل عام في المغرب الإسلامي عن تسمية السالكين دراويش لارتباطها بصفة التسول. حتى إن المقري يخبرنا أن فقراء الأندلس كانوا يستقبحون هكذا طريقة الفقراء على مذهب أهل المشرق في الدروزة، هكذا يقول، يستقبحون طريقة الفقراء على مذهب أهل المشرق في الدروزة التي تكسل عن الكد وتحوج الوجوه للطلب في الأسواق. وابن العديم يؤكد ذلك عندما يصف الدراويش في المشرق العربي، طبعا على سبيل لا أقول القدح ولكن على سبيل الإنقاص من شأنهم. إذن هو الآن يوصف شخصية نمطية لا مفهوما عرفانيا، عندما يقول إن هؤلاء الدراويش هم يعتمدون الرقص والسماع من الفقراء هكذا، ولا يأكلون إلا من الدروزة في الأسواق، يقصد بالدروزة التسول في الأسواق. التناوب المصطلحي هذا يمكن فهمه من خلال النظر إلى سياق التاريخ الذي تطورت فيه شخصية السالك إلى الله سبحانه وتعالى، وتطور فيه أيضا مفهوم التصوف عند الناس. أطلق الصوفي والزاهد والسالك في البداية مطلق الاستعمال العرفاني دون تحديد اجتماعي، ثم ذلك غلب بعد ذلك لفظ الفقراء، إما بسبب غالبا بسبب الفاقة الاختيارية أو الإجبارية التي كان يعيشها الصوفي من حيث قلة اليد، أو من حيث أنه اختار أن لا يتكسب كسبا كبيرا وأن يعيش بكسب يده بمقدار محدد يعني يسد الحاجة فقط. وانتقل بعد ذلك هذا اللفظ في اللغة الفارسية للدلالة على معنى، لإعادته إلى معنى عرفاني آخر في بدايته، الذي هو تسول المعرفة على باب الله تعالى والاكتفاء بالقليل من الدنيا أو الزهد فيها. ثم تطورت المسألة ليصير الدرويش أيضا شخصية نمطية في المجتمع المشرقي، واعتاش الدرويش بالكدية، واختصوا طبعا في أكثر من اختصوا بذلك هم المولوية عندما تبنوا الرقص والتسول بسبب أو لتحقيق هذه الصفة، صفة الدروشة. ولما توغل التصوف في التجريب ظهرت من جديد فكرة المجذوب أو مصطلح المجذوب. إذن المجذوب في انتقاله هذا، أو الدرويش في أيضا انتقاله من المفهوم العرفاني إلى الشخصية النمطية الاجتماعية، هل يمكن أن يكونا وصفين للنفري؟ وهل يمكن أن نستعين بهذين الوصفين لتحليل شخصية النفري وفهمه، ومن ثم فهم كتابه المواقف والمخاطبات بشكل أفضل، وفهم تجربته القائمة على نفس السوى، نفي السوى التي هي من أوضح المبادئ. نفي السوى يعني عدم الحاجة إلى شيء إطلاقا حتى على مستوى الدلالة اللغوية بنبرة عالية. فهل يمكن أن نفهم النفري من خلال هذين أو هذه المصطلحات، الدرويش المجذوب والفقير؟ النفري لم يستعمل لفظة الفقير مطلقا بمعنى السالك، إلا استعملها ربما في ثلاث محلات أو في ثلاثة محلات بالمعنى المقابل للغني، الغني في الدنيا أو الغني الفقير في الدنيا أو الفقير
الحالي في الحالة العرفانية التي تقابل غنى الله سبحانه وتعالى. لم يستعمل أبداً لفظ الدرويش، وهو ليس عجيباً بوصف أن هذا اللفظ دخل بعده إلى منظومة التصوف أو السحابة الدلالية الصوفية، لكن استعمل لفظ الجذب. لم يستعمل لفظ المجذوب، لكن استعمل لفظ الجذب، واستعمل سحابة دلالية أخرى ترتبط بمصطلح أو بكلمة الجذب. لكن هل يمكن أن نفهم أن كونه مجذوباً هو دعوة منه لتبني هذه الشخصية النمطية؟ أم هو تعبير عن حال عرفاني من الجذب كما سنرى؟ وهل يمكن أن تبرر هذه الحال إذا قلنا إنها حال، أو هذه الشخصية إذا رأينا إنها شخصية نمطية اجتماعية، تبرر سبب غياب النفر عن مصادر التصوف ومصادر التاريخ بشكل عام؟ طيب، الجذب العرفاني، بين الجذب العرفاني والنفري، الصوفية حينما حاولوا تقديم مفهوم الجذب بشكل عام، تبنوا فكرة أن صاحبه مختار للحضرة الإلهية دون جهد منه، كما رأينا، دون بذل أي مجهود منه. ثم بعد ذلك ربطه الطوسي بالخطاب في الحضرة الإلهية، أن يختار هذا السالك لكي يخاطب الله سبحانه وتعالى في حضرته. وفي هذه الحضرة كما يقول الطوسي ترتفع العقول، ويفهم معنى الجذب أنه جذب إلى الله عن مدلولات اللغة ومدلولات التي يتبناها العقل، والتي يمكن أن تجعل هذا المجذوب مجنونا بعرف أهل العقول، وتجعله أيضا بعيدا عن لغة أهل العقول. وهو في هذا يتفق كليا، في هذا التوصيف يتفق كليا مع تجربة الموقف عند النفري التي تجذبه إلى الغيب، إلى الحضرة الإلهية، فيتجاوز الجسد والعالم المادي، يتجاوز اللغة التي تعبر عن هذا العالم وأدواته العقلية القياسية، بل ويصرح كثيراً إنه يدخل في دائرة الخبل أو الجنون. رغم أن النفري استعمل لفظ الجذب قليلاً، جذر جذب قليلاً، وأظن أن ذلك بسبب بداية تبلور المصطلح، كما قلنا إنه بدأ يتبلور مع الترمذي بدايات القرن الرابع، وربما تكون هي الفترة أواسط عمر النفري أو أواخره، لا ندري. فإنه حمل الكلمات نفس الحمولة الدلالية لهذا المعنى العرفاني الذي قاله الترمذي والذي تبناه الصوفية فيما بعد، واستعمل أيضا دلالات أخرى أو سحابة دلالية أخرى تصب في نفس المصب، مثل الأخذ التي منحت للتجربة حركية الاستحواذ والمكابدة والانفعال والصخب والتشقق والشعث والتمزق. النفري يتمزق بين لغة ولغة، يخرج من أسماء ويدخل في أوصاف، يخرج من تحديدات ويدخل في حالات، فهو يكابد للبقاء، مأخوذ من أشياء ومجذوب نحو أشياء. لذلك نجد هذه العلاقة بين الجذب والأخذ. يستعمل كلمة الخطف التي تدل على السرعة في اللغة، على سرعة الاستلاب. الواقف، النفري كواقف بوصفه واقفاً، مستأخذ في خضم الصراع في الوقفة، صراع بين قوى تجذبه إليها، كل القوى تجذبه إليها، قوى اللغات، قوى الكلمات، قوى الأشياء، قوى الأشخاص، هذه القوى يسميها السوى، في مواجهة قوة الله تعالى. في هذا النزاع جبروت لا يقدر عليه سوى الواقف كما يقول النفري، ولكن قانون الموقف، قانون الجذب في الموقف ليس نحو الأقوى وإن بذاته، يعني ليس نحو الأقوى، القوة الأقوى بذاتها، وإنما نحو الأقوى في قلب الواقف. ولذلك الواقف إن لم يرى الله رأى سواه كما يقول النفري، وإذا رأى سواه بقي ممزقا يتخطفه كل ما يراه. هناك مصطلح أيضا هو مصطلح الفرق، طبعا هو لا يصب دلاليا في معنى الجذب، ولكن يصب دلاليا في عكس الجمع. الجمع هو الجذب عند النفري في المعنى العام الذي يطلقه، والفرق هو عكسه، أي أن يؤخذ النفري نحو جهة أخرى غير الجمع بالله سبحانه وتعالى. في الفرق يحتاج طبعا، مصطلح الفرق يحتاج طرفين، لذلك يبث معنى سكونيا يفهم بما هو حالة بعد السالك عن الله، هو يبتعد عن الله، هو مفترق عنه، بخلاف الجذب الذي يعني به السالك أن يعيش الواقف حالة أنه منجذب إلى الله، لا من قبل نفسه ولكن من قبل الله تعالى. فهو في حالة فرق عن سوى الله وحالة جذب نحو الله، وليس انجذاب.
يستعمل أيضا لفظة الهروب. في لفظة الهروب نشعر أن النفري يدخل أكثر في الحالات الصوفية بما يشعر من وجدانية فيها، لأن الهروب يشمل معنى الفزع من المهروب منه والطمأنينة والأنس بالمهروب إليه. فهذا الجدل بين الشعورين أيضا يسمى جذبا إلى الله، إلى طمأنينة الله، وهروبا من خطورتي أو شعثي أو قلقي أو رهبتي ما سوى الله سبحانه وتعالى. ينعكس صراع القوى أيضا وبشكل كبير في موقف النفري في فكرة الجذب والأخذ والاستلاب والقهر في صراع اللغات. ليس النفري وحده واقفا في موقفه، بل لغاته البشرية أيضا تعيش هذه الحالة من الفرق ومن القلق ومن الانجذاب ومن الانخطاف أو الجذب والخطف وغيرها. يشعث الواقف حتى ينجذب كليا إلى الله، فتنجذب لغته كليا لتفترق حينما يفترق وتجتمع حينما يجتمع، تشعث حينما يشعث. تشعث لغة الواقف عندما تركز على الضدية، يعني على استواء الأضداد في اللغة. دائما هذه العبارة نجدها في تجارب الصوفية وفي تحليلها، فكرة استواء الأضداد. عند النفري الجذب يفرض عليه شيئا آخر. لما نقول استواء الأضداد، يعني نحن نزعم أن الجذب متوازن بين الأطراف. لغة النفري موجودة في قلبي أو في مركزية حركية ما، والأطراف كلها تجذبها جذبا متساويا، لكن النفري ينفي ذلك كليا بالانجذاب الكلي إلى الله سبحانه وتعالى وانجذاب لغته إلى لغة الغيب المتعالية. وعندئذ لا يصير المجال الحديث عن استواء الأضداد لأن القوى غير متكافئة، يصير الحديث عن ارتفاع الأضداد بالكلية. لا قوى موجودة أبدا، لا قوى موجودة أبدا في حضرة قوة الجذب إلى الله سبحانه وتعالى. في استواء الأضداد هناك العلاقة موجودة، ما زالت العلاقة الدلالية قائمة، وإنما أخذت شكلا آخر مبنيا على تجاذب القوى المتساوي. بينما في ارتفاع الأضداد غابت العلاقة الدلالية كليا، لم يعد شيء كليا، لأنه إذا غابت الدلالة غاب المدلول وغابت الكلمات ولم يبقى شيء سوى الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يسميه النفري نفي السوى. بالنظر إلى كل ذلك، إذن هل النفري مجذوب عرفانيا أو اجتماعيا أو درويش كما يدعي نيكولسون؟ تاريخ التصوف يأبى بالقطع بكل التخمينات التي حاولت تبرير غياب النفري. منهم من يقول إنه كان ملاماتيا متخفيا، بعضهم قال كان يكتب بأسماء مستعارة، بعضهم قال الرجل كان عوقب، يعني عوقب تاريخيا لأن تجربته غامضة إلى حد كبير ولغته شاطحة إلى حد كبير. هذا كله طبعا ليس مقنعا. فالبسطامي الحلاج وغيرهما من الذين وغيرهما من الذين ربما تطرفوا حتى في الأفكار الصوفية لم تعاقب مؤلفاتهم، على الأقل بقيت آثار لهم. أنه كان يكتب باسم مستعار هذا مستبعد، لأنه لم يكن أصلا معنيا بالكتابة باسم مستعار، بدليل أن تلميذه عندما دون المواقف شرحها يعني وذكر اسم الرجل، يعني شرح أن هذا الكتاب لهذا الرجل أو هذا الكلام لهذا الرجل وليس كتابا. قيل إنه متوله سائح. نعم هو متوله سائح، وهذه من الصفات الكبرى التي القليلة التي نجدها في مصادر التصوف. ذكرها التلمساني أن الرجل كان جوابا طوافا لا يستقر بالمكان، وهي أيضا تعطينا معنى للجذب، أيضا لنمطية شخصية المجذوب الذي كان يسير في كل مكان ولا يتعرف إلى أحد، وأيضا لا يتعرف إلى أحد. هذا الوصف الذي أطلقه التلمساني على النفري، وهي كما أيضا مرة أخرى من الأوصاف القليلة جدا التي نجدها عن هذا الرجل. لا ندري على أي أساس تستند، ولكن على الأقل هي موجودة. إذن هنا نقف بين أمرين: هل النفري غاب اختياريا أم غيب عن تاريخية وعن مصادر له؟ الذي أقترح أن أقوله، لو قلت إنه غاب اختياريا سيكون دخل في الجذب المعرفي العرفاني قصدي، ولو قلت إنه غيب يكون ربما دخل في الجذب في شخصية نمطية ولكن لم يكن مختارا، إنما التاريخ خوله أن يقع في هذه الدائرة.
النفري مارس السياحة، يقول: أهيم بلاد الأرض والوحش رتع، يطبق بوجدي وشوقي مسامري. أيضا كانت هذه السياحة غير قصدية، وإنما هو مجذوب فيها لأنه أمر أن يختلي ويذهب إلى الصحراء كما يرد عنده في بعض المواقف. النفري أيضا كان مجنونا ويعي ذلك الجدل بينه وبين فقهاء الرسوم، الفقهاء يعني علماء الرسوم الذين زعموه للجنون والخبال، حتى إنه يقول: وقال العلم والعلماء حقا، أتخبر يا محمد بالخيال في نسخة نويا، التي طبعا لم يذكرها أربري، ولكن هذه في زيادات نويا، فلما أنكروه أنكروني فحسبي الله من خطب المقال. بالنظر إلى الأخطاء الكثيرة الموجودة في المخطوطات عند في تحقيق المخطوطات عند أربري ونويا، أنا أزعم أن هذه الكلمة ليست فقط خيال مع احتمال أن تكون كذلك، وإنما الخبال، لأن الجنون بين العلماء وبين الصوفية كان قائم على، أو الجدل كان قائم على فكرة الجنون وليس على فكرة الخيال. الشعراء وغيرهم أيضا لهم خيال، علماء الكلام لهم خيال ولم يزعموا إلى ذلك. الذي أطرحه أن الوضع كالتالي: تلقت السلطة الفقهية كلام النفري في نطاق الخبل، كما تلقت كلام الحلاج في نطاق الزندقة، غير أن موقفها من الحلاج لم يمنع أن تنتقل أخباره وكلامه. انزاح الناس والتاريخ نحو كلامه المحظور، رغم أن الرجل أعدم، لم يعدم كلامه، احتفظوا بأخباره ودونوها بصيغ خيالية وجعلوا منها ملحمة. النفري هل عوقب بالغياب؟ النفري لا يمكن أن يعاقب بالغياب، لأنه على الأقل في الفترة التي دون فيها تلميذه كلامه في المخطوطات، يعني النسخ الثاني، كان كلامه كما يقول تلميذه له جذاذات كثيرة منتشرة بأيدي الناس، ويمكن أن نفهم أن له تلاميذ كثر غير محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الجبار البصري المدون. فهل كانت عقوبة الإهمال والإغفال أوقع قصاصا من عقوبة الصلب مثلا؟ لا يبدو ذلك، لأن النفري بقي محافظا على المسافة عبد رب، قال لي: أنت عبدي يا عبد، أنت عبدي، لم يكن داخلا في مفهوم الحلول ولا ملغزا إليه كما فعل مثلا الحلاج الذي مجده التاريخ على الأقل ذما أو مدحا، ولكنه مجد ببقاء أخباره. المشكل إذن في هذه القصاصات التي دون عليها الكلام، أين ذهب هذا الكلام؟ لأنه كان شخصية نمطية مجذوبة، ظنها الناس مجانين فلم يعيروا كلامها اهتماما. طبعا ما عندنا عبد الرحمن المجذوب كلامه منتشر بين الناس على أنه حكمة، أم لأن كلامه ربما حفظه الناس آنذاك، ولكنه لأنه لم يفهم ترك وأهمل بعد ذلك لقرون طويلة، وحتى بين الصوفية أنفسهم، ثم لماذا يختفي بين الصوفية أنفسهم حتى يطلع علينا ابن العربي بالإشارة إليه ونقل الأشياء القليلة منه التي نقلها. الحقيقة الذي أراه أن النفري في نظري يشكل تلك الشخصية على الأقل بواكير الشخصية النمطية للمجذوب لفكرة الجذب، مع أنه كان مجذوبا عرفانيا حقيقة، تلك الشخصية النمطية التي في نظري وحسب تحليلي كانت له حياة، يعني النفري كانت له حياة وكان يتولى منصبا علميا وربما فقهيا حاكم حكميا كقاضي مثلا، ولكنه تركه إثر خطفة ما. ربما هو أحد هؤلاء المجانين الذين يذكر التاريخ أنهم كانوا يصرخون في أعالي البيوت وفي منارات المساجد وفي الأسواق ولم يحتفظوا لهم باسم. ربما كان مجموعة من كل أولئك، لا ندري. يعني كل هذا المجهود الذي حاولنا به فهم النفري، ربما فهمنا شيئا من تجربته العرفانية، لكن لم نستطع تحديدا أن نعرف من هو النفري التاريخي. هو عراقي؟ لا يمكن الجزم بذلك. مصري؟ لا يمكن الجزم بذلك. انفتاح نافذته على كونه مغاربيا بالنظر إلى اسم القبيلة نفزة، أيضا لا يمكننا الجزم بذلك. في هذه اللحظة ومنذ أن اشتغلت على النفري، لي دعاء واحد فقط: أن يفتح الله لي بمصادر جديدة، على الأقل مصادر مخطوطات التي يمكن أن تعرفني على هذا الرجل الفذ الذي غير منح التصوف كتابة وتجربة. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا لكم دكتورة شفيقة، محاضرة قيمة جدا.
زملائنا تعرفون يعني آلية المداخلات وطرح الأسئلة بأيقونة رفع اليد. نبدأ بالسيد العميد، لديكم مداخلة؟ فقط حقيقة تعبير عن شكر وتقدير لهذه المعلومات القيمة والحيرة التي نقلتها دكتورة شفيقة عن النفري إلى المتلقي، وجعلت المتلقي يشترك معها في عملية البحث والوصول إلى حقيقة أصل هذا العالم وهذا المفكر وهذا الشخص المهم في الواقع. وأنا أعتقد أن الأصل يكون متداخل لأكثر من جهة، يعني أنا أعتقد في توقعي واستنتاجي من خلال المحاضرة أن النتاج الشخصية، النتاج المعرفي، وبالتالي رد فعل لكسب سابق أو لمعلومات سابقة، وبالتالي عندما يكون النتاج هو عملية مزج بين مناطق مختلفة مشرقية ومغربية، فبالتالي ممكن أن يكون التشكيل هو يعني التشكيل ليس من جزء واحد بل من مناطق مختلفة، فبالتالي التشكيل المختلف يطرح نتاج مختلف. أعتقد يعني استنتاجي وقراءتي واستنباطي من خلال المحاضرة أن التشكيل لدى النفري هو تشكيل مختلف مكون من أكثر من منطقة، ممكن أن يكون العراق ومصر والمغرب كلها تشترك في تكوين هذه الشخصية، وبالتالي صعوبة الجزم ب دفع هذه الشخصية لأي ثقافة من هذه الثقافات أو لأي منطقة من هذه المناطق. شكري وتقديري لدكتورة شفيق. نعم دكتور، شكرا جزيلا. المداخلة الأولى مع الشيخ الدكتور جعفر الطعان، تفضل دكتور جعفر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سلامي إلى رئيس الجامعة المستنصرية وعميد كلية الآداب الأستاذ الدكتور عبد الباقي، حفظه الله ورعاه، لهذه المحاضرات القيمة التي ينورنا فيها. وكذلك سلامي وشكري إلى مدير الجلسة الأستاذ الدكتور محنن، وصاحبة المحاضرة القيمة الدكتورة شفيقة، ومن دولة الجزائر الشقيقة. وأقول لكم كل عام وأنتم بخير. حقيقة هذه الشخصية يعني عرفتنا بها وإن كانت منسية، لكن الآن ذكرتنا فيها. ويا حبذا لو تكون رجالات أكثرها من هذا النمط، نمط شخصية النفري. أقول النفري بمن تأثر؟ قالوا بالجنيد. إذا تأثر بالجنيد بماذا تأثر؟ تأثر بكل أسلوبه ومنهجه أم ببعض الأشياء؟ حبذا لو تذكرنا بماذا تأثر من الجنيد؟ واحد. السؤال الثاني وجدت عبارة له للنفري أنه قال كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة. حبذا لو تفسر لنا هذه المقولة لهذا العالم الجليل. وكذلك في كتابه المواقف والمخاطبات، يعني بماذا يحتوي هذا الكتاب بالمواقف والمخاطبات؟ حبذا لو هناك نماذج عن هذه المواقف وهذه المخاطبات. شكرا جزيلا على هذه الأمسية المباركة. شكرا جزيلا للجميع. شكرا. شكرا جزيلا لكم دكتور. المداخلة الآن مع الأستاذ الدكتور سعد التميمي، تفضل دكتور سعد. شكرا جزيلا أخي دكتور مهند، شكرا للدكتورة شفيق على هذه المحاضرة القيمة، شكرا لأخي الدكتور عبد الباقي الراعي لهذه المنصة. فقط مداخلتي بخصوص يمكن بدت الدكتورة وأنهت على أنه لم تحسم قضية نسبة النفري. في الحقيقة أعتقد أنا باعتقادي بأن يعني كتب في هذا الكثير، والقضية هي حسمت للنفري لأنه
هناك إشارات عند ابن عربي يذكر الاسم تقريبا أكثر من مرة، الشعراني حاجي خليفة، القاشاني، الذهبي، الزبيدي، أيضا حتى المستشرقين يعني بروكلمان، مارجليوت، نيكلسون. الوحيد الذي شكك هو واللي طرحه ومو شكك ماسنيون. والقضية في المخطوطة هذه هناك من قام بالمقارنة بين هذه النقطة ونقطة الفاء، وهناك اختلاف بين النقطتين. والمعروف بالمخطوطات هناك أحيانا بعض الوراقين والنساخ ما يزوق المخطوطة، يضيف إلها يعني تجميل هذه المخطوطة. المدينة نفر هي موجودة وترتبط حتى في بعض الحضارات، بعض يربطها حتى بنمرود وبالحضارة أصول الكلمة، وأيضا إلها وجود هذه المدينة نفر اللي هي في أطراف أعتقد ضاحية الكوفة والحلة، وكانت هناك بعثة أعتقد أمريكية في نهاية القرن التاسع عشر من جامعة بنسلفانيا، وقدموا أيضا دراسة عن هذه المدينة، وهي فيها كشوفات تأثر بأن هذه المدينة فيها كثير من الآثار المسيحية ومن قبل ذلك اليهودية. ويعني أما أنه قضية أنه النص قد يكون في النص لا نستطيع أن نحمل نؤول النص بما فيه، مثل ما نعرف الآن حتى نظريات الحديثة النص مفتوح على نصوص ما له علاقة بالمكان. ما أعرف شنو رأي الدكتور، وشكرا جزيلا على هذه المحاضرة. شكرا جزيلا دكتور سعد. دكتورة شفيقة مداخلة من دكتورة نوال، أعتقد دكتورة نوال رافع اليد لكن ما نفعل الصوت. دكتورة نوال إذا تسمعيني تفعيل أيقونة الصوت حتى يعني أفتح لكم المايك. نعم دكتورة شفيقة يمكن الإجابة. زملائنا الأعزاء المداخلات يعني تعرفون عن طريق رفع اليد بعد إجابة دكتورة شفيقة لطفا. نعم دكتورة شفيقة تفضل. شكرا جزيلا لكم سيدي، وشكرا لجميع الذين أبدوا أسئلة أو أفكارا بخصوص هذا الموضوع الآن وأثروه حقيقة. أبدأ ربما بمداخلة أستاذنا عميد الكلية الأستاذ بروفيسور الأستاذ عبد الباقي الخزرجي. بالنسبة لقضية النتاج المتداخل، نحن نعرف أن هناك نتاجا جمعيا في تراثنا العربي بشكل عام في بعض النصوص، ربما له أصل له نواة لكن له تداخلا بعد ذلك بنتاجات أخرى. على مستوى النص بحد ذاته لا أظن أن النص نتاج لأقول بيئات مختلفة مطلقا ولا أزمنة مختلفة. النص له انسجام في الفكرة بشكل دقيق جدا لا يمكن أن تشعر معه إن هناك تدخلا في يعني إدخالا لفكرة سابقة تاريخيا أو لاحقة. النص ابن وقته أظن، وفي المواقف التي حققها أربري التي حققها نويا إضافات نويا عام 73 بعد إضافات بعد تحقيق أربري يذكر بعض المواقف التي هي يعني نفس الفكرة ونفس النسق ونفس السياق التي يذكرها التي حققها أربري، ولكن يورد نصوصا أخرى من قبيل شعر عمودي أو من قبيل مناجيات ورسائل محبة وخاطرات تدبر، ونفس الأفكار تدور، نفس الأفكار تدور كلها، يعني لا تجد أن هناك أفكار مستجلبة من زمن آخر. هذا الذي يجعلني لا أظن أن النص تشكيلا جمعيا. الشخصية تمنيت أن تكون شخصية تشكيلا جمعيا لكن هي غائبة كليا، لا أحد يذكرها، لا أحد يعرفها إلا كشخصية ملغزة. ربما هكذا أريد له أن يكون ذلك الملغز الذي يجعلنا نتجاذب جذب تاريخي وجذب معرفي، لا لأن ندعي شرف انتسابنا إليه، وإنما لكي نفهم أننا بالنهاية كلنا طرف في شيء واحد هو هذا المجد العرفاني الكبير. بالنسبة للشيخ الدكتور جعفر، النفري شخصية منسية حقيقة وغائب كذا غيبة، أنا في نظري أقول إن له على الأقل
غيبتين يعني تاريخيا. بمن تأثر النفري؟ هل تأثر بالجنيد؟ شخصيا لا أظن أنه تأثر بالجنيد على مستوى المصطلح والفكرة. ربما هناك مقاربة بينه وبين البسطامي في فكرة العروج والخطاب، مع أن النفري لا يتحدث عن العروج إلا قليلا، هو لا يهمه فعل العروج، يهمه ما الذي يحصل في الوقوف، ما الذي يحصل في الخطاب مع المتعالي تحديدا. لذلك هو ربما يتفق مع الجنيد في شيء في فكرتي. الجنيد يتحدث عندما يتحدث عن التصوف يقول أو عن التوحيد يقول إفراد القديم من المحدث، يعني التمييز بين ذاتين، ذات متعالية وذات عبد. النفري أيضا يميز بين هاتين الذاتين، لا يلغي المسافة بينهما كما فعل مثلا الحلاج في زمنه أو غيره. كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة، هذا المشهور بين الناس، لكن النسخ عندما تراجعها تجد كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة. الرؤية وليس الرؤية، القضية ليست رؤية، ليست خيالات، ليست منامات، القضية رؤية بالعين. ويستعمل عنده مصطلح النظر في رسالة كاملة، يعني مقطع كامل رسالة المحبة، يتحدث فيها عن فكرة النظر وعلاقتها بالكعبة وخطاب النظر بينه وبين الله سبحانه وتعالى من خلال النظر للكعبة والأخذ والرد في هذا الخطاب. فالنظر عنده حقيقة لكنه يرفعه عن الحقيقة القياسية، ليس نظرا قياسيا لكنه ليس نظرا مجازيا، ليس رؤيا وليس بالقلب، هو نظر حقيقي. حقيقته طبعا هي التي يقول فيها أنت في كل شيء كرائحة الثوب في الثوب، الكاف ليست مجازا، هي حقيقة أنت لا تعرفها إلا بتشبيه، حقيقة ما لا يعرفها سواه، يحتاج الشخص أن يجربها حتى يدركها. كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة، يقصد كلما تجلت له المدارك في الجلس في 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 الحضرة الإلهية، أو أيضا ما يسميه الجلسة لأن الواقفون هم جلساء الله كما يقول أيضا. كلما تجلت له تلك المعارف وتعرف الله إليه، كلما عجز عن أن يقول، وعنده ينتفي الحرف وتنتفي الكلمة وتنتفي العبارة وينتفي العقل الذي يربط بين الكلمات والعبارة والدلالة والمدلولات. هذا أعتقد الذي نفهمه منها. ومع هذا قال لم يصل إلى 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 الضيق المطلق، ضاقت لكنها لم تغلق لم تخنق، ما زال يقول. المواقف والمخاطبات ماذا يحتوي؟ الكتاب كما أخرجه أربري، المواقف والمخاطبات هو في شكل كتابين، كتاب المواقف وكتاب المخاطبات. الكتاب كله درج أنه كتاب المواقف وكتاب المخاطبات، لكنه عند أربري كتاب المواقف وكتاب المخاطبات. بالعودة إلى المخطوطات تجد عدة عناوين، كتاب القول، كتاب القول في الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذه مخطوطة آيا صوفيا التي عثرت عليها الحمد لله بفضل الله، ولم يستعملها لا أربري ولا نويا في التحقيق. ابن العربي يقول كتاب المواقف، المواقف هكذا، وأظنه لا يعني جزء المخاطبات، يعني فقط جزء المواقف، هذا الجزء الذي شرحه فقط المخاطبات شرحه التلمساني، ولم يكن عندنا جزء اسمه المخاطبات. لماذا؟ لأن المخاطبات عند التلمساني تقع تحت موقف قوله يا عبد. إذن الكتاب التجربة ككل هي كتاب موقف وليس كتاب مخاطبات. في الموقف ككل هي أن السالك يستحضر أو يجلب أو يجذب في الحضرة الإلهية ويقال له كلام، أحيانا يتبادل هذا الخطاب مع الله سبحانه وتعالى وأحيانا يستمع فقط. وإذا ارتقى في ذلك إلى المخاطبة يدعى بيا عبد. في المواقف يقول أوقفني في موقف كذا وقال لي، وفي الموقف المخاطبة في موقف قوله يا عبد يقول يا عبد دون قال لي، يا عبد ويقول ما قيل له في تلك الحضرة. مواقف نويا التي أضافها بعد ذلك، هناك أجناس أخرى كالمناجيات اللي هي رسالة في الخاطرة في المحبة، والأبيات الشعر العمودي التي لم نعرفها من قبل عن النفري. دكتور سعد التميمي، الحقيقة بصدق أنا اطلعت على كل ما كتب عن النفري إلى غاية 2017، كل ما كتب عن الرجل بالعربية بالإنجليزية بالفرنسية بالروسية الرجل، وحتى بالألمانية الرجل لم يحسب في هذا الأمر، حتى الذي حسم
لم يعطيني أدلة كافية حتى أقتنع بأن الرجل عراقي، ولا أقول هذا مرة ثانية أعيدها لكي أنزع مجد العراقية عن النفري أو مجد النفرية عن العراق. أنا مجرد باحثة أقف على حدود الأدلة، وأظن أنه لا أحد تجرأ بعد آربري ونويا أن يبحث هذه الأمور التي قالها أو قدمها آربري حتى يثبت عراقية النفري، ليس لكي أنفيها ولكن لكي أقول إن هناك منافذ. قصة النقطة وأن المحققين يضيفون النقطة زينة وكذا وكذا، ما علينا، ممكن ذلك، لكن لماذا آربري مثلا عزز فكرة النفري أو كلمة النفري في اختياره ولم يعزز ألغى غيرها من الاحتمالات؟ كان أجدى أن نضع هكذا في بحث في دراسة كل هذه النسب ونناقش انتماء النفري إليها من خلال الأسلوب، من خلال ما ورد في بعض المصادر وغير ذلك. ثم إنه أيضا وجدت نسب أخرى غير النفري وغير النفزي وغير النقري. عندنا مثلا ابن سبعين يسميه النوفري، الشعراني يسميه في موقف النفري وفي موقف المنقري. إذا حكمت بأن النفري صحيح أو المنقري تصحيف، لماذا لا تحكم بالعكس؟ ما الذي يجعلني أميل إلى هذه دون تلك؟ أعتقد أن الإرباك في هذا الأمر يدعونا إلى حقيقة أن نراجع فكرة الحسم. لا توجد أدلة حقيقية تقول لي إن هذا الرجل كذا. حتى عندما آربري حاول أن يدافع عن عراقية النفري بتوصيف بكلمة النيل أنها وردت في إحدى المصاحف في إحدى النسخ، كلمة النيل وردت للتلميذ عندما كان ينسخ النسخة الثانية، هذه واحدة، وليست الكتابة الأولى مباشرة. يقول دفاتر منسوخة في النيل. النيل هذه واحدة تحتمل نيل العراق التي هي القرية التي ذكرتموها، وتحتمل نيل مصر. نعم، الرجل كان يقرأ. المرة الوحيدة التي عرفنا أن الكتاب كان يقرأ هي في الإسكندرية على يد ابن عطاء الله السكندري، التي يقول الشعراني عندما يصف هذا الموقف يقول كان يقرأ عليه كتاب المنقري وليس كتاب النفري كما يقول تلميذ الشاذلي. فالمسألة أن الحسب لم يؤلف أصلاً في قضية الحسم، ولم تطرح مسألة مناقشة الاستدلالة الأدلة هذه إطلاقاً. بعد آربري ونويا قفلنا الباب، ولا أحد تكلم عن الموضوع. ثم النفزة، نعم، لما لا يكون نفزياً؟ خاصة أن الرجل في تلك الفترة التي ذكرها ابن العربي، ذكر ابن العربي النفري، كان لم يخرج إلى المشرق، والمصادر كلها المشرقية لا تذكر النفري، بينما يخرج علينا من عند ابن العربي. أظن أن لا أحسم، على فكرة أنا لا أقول هذا الكلام لكي أحسم، أنا أقول إن الكثير من تراثنا يحتاج أن يراجع، نقطة. وأيضا التسليم فكرة الحسم، لأن آربري قال ولأن بروكلمان قال ولأن طيب حتى الناقلون أو أصحاب التراجم بروكلمان وسيزكين وغيرهم، هؤلاء عندما نقلوا عما وجدوه في المخطوطة، والمخطوطات هي التي توفرت لديهم ذكروها، لكن هناك مخطوطات توفرت عند أحد لم تتوفر عند الآخر، فيها نسبة ليست عند الآخر. فأنا بالنسبة لي الكثير، ربما النفري أراد أن يقول لنا شيئاً، أنا كلكم، أراد أن يقول أنا تاريخياً هكذا قدره أن يقول أنا كلكم، ويعني تجاوزوا فكرة أقول ربما التطرف العلمي حتى إلى فكرة خلوه رجل منفتح، ولكن عندما ندرس النص ربما ستبحث عن الملامح في النص بحد ذاته، لكن لو كان معروفاً كان يساعدنا على فهم نصه أكثر. هذا الذي أقوله، مع الشكر الجزيل لكم جميعاً على هذه الطروحات القيمة. شكراً لكم دكتورة. زملائنا لازلنا باستقبال المداخلات والأسئلة. دكتورة، عندنا 3 مداخلات الآن، نبدأ مع دكتور أحمد من شمال العراق، وثم دكتور محمد ويش ودكتور عبد الرزاق الربيعي. نعم دكتور أحمد، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا، وشكرا جزيلا للأستاذة شفيقة على هذه المحاضرة الطيبة، وقد أحسنت صنعا عندما مدت يدها إلى تراث هذا الخزين الذهبي الذي مع الأسف لحد الآن نخشى من الولوج فيها، مع الأسف. يعني أنا لا أدخل في صميم البحث، ولكن لدي بعض يعني الهواجس والحسرات على هذا الضياع
المتقصد أو الهروب من هذا التراث الراقي للمسلمين عبر التاريخ. أنا بتصوري المتواضع هذه الجدليات التي تحدث لهذه الشخصيات سواء كان للحلاج أو للشبلي أو حتى للجيلاني، هذه المطارحات وهذه المناقشات وهذه الحروب التي لحد الآن يعني لم تضع أوزارها بين المدرسة النصية والجانب الآخر، أنا بتصوري المتواضع أنه المجتمع الإسلامي أصيب بصدمة هائلة في ضميرها عندما بدأت تلك التصدعات بالحروب الداخلية. هذه الصدمة العنيفة أصاب الوجدان الإسلامي بشيء من الذهول بحيث لم يستطع التعامل معها بعد تلك الحوادث لكي يتعامل واقعياً مع هذا الموروث، بحيث وبمساعدة السلطة السياسية أصبح هذا التصدع موجودا بين المدرسة الناصية والمدرسة العقلية. وكان الأجدر أن تسير المدرستان، مدرسة المعتزلة ومدرسة النمط العقلي وجانب التفكيري مع المدرسة الناصية لكي يخدم المجتمع الإسلامي، ولكن الذي حصل مع الأسف أن المجتمع تحول إلى جبهتين، جبهة مع هذا وجبهة مع هذا، فكل من يدخل إلى تلك الجبهة يكون معارضا. والمشكلة أن المجتمع الإسلامي أخذ طابعا واحدا بحيث أن كل من لم يسر في هذا الاتجاه فهو زنديق. أنا من تعجبي أن الرجل مثل الآمدي، سيف الدين الآمدي الأصولي الكردي من ديارباكر، يعني يوصف بالزندقة. لماذا يعني؟ لماذا يوصف في الحلاج بالزندقة؟ هل عجزت العقلية الإسلامية عن أن تضع ميزانا لكي نضع هذه الأفكار للحلاج والشبلي وللتصوف الإسلامي؟ أم أن السلطة السياسية هي أيضا هيئة هذه الأرضية لكي تدوم هذه المعركة مع الأسف؟ أنا بتصوري المتواضع دكتور الشفيق، لي حد الآن نحن نخشى بأن نمد يدنا إلى التصوف العرفان حتى في مستوى جامعاتنا، وأنا عشت هذه التجربة في الدكتورة، يعني نخشى. لماذا؟ لأن النمط العام تخالف العرفان، تخالف التصوف. لحد الآن له أوصاف الزندقة والانحراف العقائدي، ولكن أنا بتصوري وأختم كلامي أن من أهم وسائل نهضتنا دكتورة شفيقة أن نعود إلى هذا التراث، قراءة جديدة، قراءة واعية. والله في هذا التراث أنا دكتورة شفيقة لا أرى بأن المتصوفون كانوا يعني لديهم الرغبة في العروج إلى الله، حتى الفقهاء، حتى الفيزيائيون، الكيمياء، الكل كان لديهم شوق. لماذا؟ لأن هذا التراث هو تراث يعني نقطة التقاء بين الأرض والسماء. الفقيه الذي كان يجلس، الفقيها حنفيا يجلس في غرفة أو في مسجد وفي ضوء على ضوء متخافت يقول يعني يتنبأ بطائرة. فالكل المجتمع المسلم كان كله في شوق إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا التدخل السياسي وهذا الخوف من التراث وهذه التصدعات السياسية والعسكرية جعلت الجزء الأكبر من هذا التراث الخزين، الخزين الهائل مدفونا يستفيد منه الآخرون يعني، وبنوا بها يعني صروح للحضارة ونحن لا نزال نخشى منها. شكرا جزيلا وبارك الله فيكم وعذرا على الإطالة. شكرا جزيلا لكم دكتور أحمد. الآن مع الأستاذ عبد الرزاق الربيعي، تفضل أستاذ. شكرا جزيلا دكتور، شكرا جزيلا للدكتور شفيقة، امتعتنا هذه الليلة بما تفضلت به ونقلتنا إلى فضاءات بعيدة. يعني احنا دخلنا منطقة الشعر اليوم بهذه المحاضرة، وهي شاعرة ولها باع في هذا المجال. هنالك آراء يعني بها شيء من القسوة بقضية الجذب والمجذوب. يعني ابن خلدون
يرى أن المجذوب هو فاقد لعقل التكليف، ولا فرق بينه وبين الحمقى والمجانين. يعني بينما يرى هنالك آخرون يرون الجذب هو اصطفاء إلهي. هنالك مقولة أيضا أنه الناس ثلاثة، مجذوبون فقط وسالكون فقط ومجذوبون سالكون. نعم، هنالك علاقة يعني بين السلوك وبين الجذب. كيف ترسمين ملامح هذه العلاقة، خصوصا أن الجذب يعني مثل ما قلت يعني ويراه الكثيرون اصطفاء إلهي، بين مسلوك تجربة واختبار إنساني، يعني أكو بون شاسع بينهما. وما دمنا يعني دخلنا منطقة الشعر وأنت تتبعتي النفري وكل يعني فتوحاته في هذا المجال، هنا خلنا نخرج شوية. يعني عندما نتقصى جذور قصيدة النثر، هنالك من يرجعها إلى الكتابات القديمة، خصوصا أودونيس هو بهذا المجال، ورأى في يعني مواقف النفري ومخاطباته يعني شعر أو جذور لقصيدة النثر. ونحن عندما نقرأ أنه قوله القرب الذي تعرفه مسافة والبعد الذي تعرفه مسافة وأن القريب والبعيد بلا مسافة، أو وقال لي السر فأنا دليلك إلي، هذا شعر وأنت شاعرة وتعرفين هذا الشيء. فأسأل عن هذه، هل وجدت هذه الجذور حقيقية أم هي نوع من التحميل؟ وأكرر شكري لك وللدكتور عبد الباقي وللدكتور الأستاذ مهند على هذه الجلسة الممتعة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الآن المداخلة مع دكتور محمد أبيش من كلية الآداب. نعم دكتور محمد تفضل. تسمعني دكتور؟ نعم دكتور. نعم واضح الآن تفضل. طبعا ما زالت منصة كلية الآداب ترفدنا بالدرر، فشكرا لأستاذنا الدكتور عبد الباقي، وشكرا لك أستاذ مهند، وشكرا على المتألقة الدكتورة شفيقة على هذه المحاضرة الرائعة. حقيقة هي دخلت في تعبير الصوفي، دخلت في موقف الحيرة بين اليأس والرجاء في دراستها لشخصية النفري. أقول ربما يكون النفري هو النموذج المثال الناصع للصوفي، الصوف الذي لا يعنيه أن يعرفه أحد ولا يذكره أحد حتى لو تخفى خلف أحد، مثل ما تفضلت خلف اسم عبد الجبار، محمد بن عبد الجبار النفري. ومرة قلت بأن علاقة الذات أو التعبير عن الذات في الفلسفة الإسلامية ثلاث، يعني يختلف المتصوفة عن المتكلمين والفلاسفة. فالمتصوفة عندهم تغييب قصد للذات في مقابل ذات الإلهية، بحيث بعضهم قال لا يحق لأحد أن يقول أنا إلا الله. فالنفري غاب بالمعنى الصوفي في مقابل الذات الإلهية، في كتاباته أوقفني قال لي يا عبد، وبالتالي بالنتيجة غاب بالمعنى الحرفي، وهذا ما كلف الدكتور عناء البحث عنه، فعلا غيب ذاته واقعيا. النفري لم يخرج من باب المفعول، بقي في باب مفعول ولم يدخل في باب الفاعل، وأعتقد أن هذا ما أراده. يضاف إلى هذا أن أسلوبه متفرد، مثل تفضل الشاعر العزيز الدكتور أستاذ عبد الرزاق الرباعي، بعض الباحثين ومنهم ناقد عراقي حاتم الصقر عندما تحدث عن الإيقاع في قصيدة النثر أخذ كتابات مخاطبات ومواقف النفري كنموذج، يعني درسها دراسة مستفيضة. فأقول ربما كان هذا بقصد، ولكن هذا لا يعني أن الباحث لا يكلف نفسه عناء البحث، ومثل ما قال مرة أستاذ الراحل المدني صالح
التمرين على اللعبة خير من التمرين على الآدمي، نتمرن على النصوص ونبحث حتى لو لم ننتج نتيجة، هذه متعة بحد ذاتها. ملاحظة لغوية، بحسب علمي نحن في العراق لم نتداول كلمة مجذوب. في مصر بعض البلدان يقولون المجاذيب يعني مرادفة للمجانين، يعني احنا عندنا لفظة درويش ولكن بحسب علمي ليس لدينا لفظة مجذوب، وأرجع وأقول بأنها لفظة اسم مفعول مجذوب، حال الصفات المرادفة الأخرى مجنون، مخبول، مخبل، وحتى باللهجة العامية العراقية جدا جدا مسودن. شكرا جزيلا على هذه المحاضرة الرائعة، وشكرا لمنصة كلية الآداب. شكرا لكم دكتور محمد. نعم دكتورة شفيقة الكلمة لكم من جديد. شكرا جزيلا لكم. يحتار الشخص من أين يبدأ، كل الملحوظات تفتح أفقا على بحث جديد. أحيانا أتساءل هل يمكن أن ينتهي البحث عن النفري في ظل الحياة القصيرة التي يتمتع بها الإنسان على هذه الأرض؟ هواجسك دكتور أحمد وحسراتك بخصوص الصدمة أقول المعرفية التي تلقاها المجتمع العربي بين المدرسة النصية أو والمدرسة العقلية، بين المدارس الكلامية القديمة وتجديداتها إلى غير ذلك، ربما تشكل حالة غنى، لكني أعتب عليها التطرف، بعض التطرف الذي نزع نحو المحاكمات. هذا التطرف ربما أوقف كما قلتم حضرتكم كثيرا من حراك أو حراك العربة المعرفية. كان يمكن أن يكون الوضع أفضل بكثير مما هو عليه الآن. أحيانا عندما أتناول أو أقرأ مصادر التراث القديمة أجد جرأة وشجاعة في التعاطي مع المفاهيم، في صناعتها، في إنتاجها بخيالا جميلا. ولا أتكلم عن الإبداع مثلا الأدبي والشعري، أتكلم عن الإبداع الفكري. إذا ذهبت لنقول مثلا، نأخذ على سبيل المثال المدرسة المعتزلية، أو لنأخذ حتى المدرسة الكلامية الرازي في مفاتيح الغيب عندما يتطرق إلى مواضيع يختلط فيها الخيال بالجرأة بالفكر بالعقل، أعتقد لو كتب ما كتبه اليوم كان ربما حكم عليه بالزندقة رأسا. أعتقد أنه لم يعني على أننا تطورنا معرفيا وأدواتنا انفتحت على مصادر كثيرة، يمكن أن نفكر بطريقة مختلفة. أعتقد أننا تقهقرنا في حقيقة الإنتاج المعرفي، ما زلنا متشبثين ربما بشكل أكثر مما نحن متشبثون بالمضمون. ما زلنا نخشى أن نبحث في التصوف، نعم ما زلنا نخشى أن نبحث في التصوف، لدرجة أنك تراعي الجهة التي تكتب لها إذا كنت تكتب مقالا أو محاضرة. طبعا لا أتكلم عن نفسي بس بشكل عام، الذي يدرس في التصوف صار يراعي ما الذي ينبغي أن أقوله ولا أقوله، وعندما تصل إلى فكرة القيود تبدأ الإبداع يبدأ يخف، لا تجد ذلك الانطلاق. للأسف الشديد نحتاج أن نقرأ تصوفنا قراءة واعية. الآن الغرب انطلقوا فيه إلى أبحاث حتى نفسية وجمالية، فلسفة الجمال من خلال التصوف، وفلسفة الإنسان والروح من خلال التصوف إلى غير ذلك. ربما عودتنا، لا مش ربما، أكيد عودتنا صارت ضرورية اليوم. شكرا جزيلا لكم أستاذنا، طبعا شاعرنا الكبير والمثقف المختلف والفاعل الحقيقي في مجال الأدب والفكر أستاذنا عبد الرزاق ربيعي السلوك والجد. كما ذكرتم التصنيفات عندهم، عند يقولون أهل الصنعة الصوفية، التصنيفات للسالكين إما سالك أو مجذوب أو سالك مجذوب. السالك هو الذي اشتغل من نفسه، كما قلتم اجتهد من نفسه لكي يصل. المجذوب لم يجتهد وإنما بلغ ما بلغه بالاصطفاء، لم يبذل شيئا، وبسبب ذلك يجعلون أو يصفون الجذب بأنه حال. وتعرفون الفرق بين الحال والمقام، المقام هي فترة زمنية يمكن تطول قليلا ولكنها باجتهاد، الحال بغير اجتهاد وأحيانا تكون فترته قصيرة ويكون على حين غفلة، فيعتبرون الجذب حالا ويصفون المجاذيب بين مجذوب دائم الذي هو في حال دائم من الجذب، أو مجذوب مؤقت الذي يغيب ويعي أحيانا وأحيانا. يعتبرون الجذب بهذا المعنى، يعتبرون الجذب مرتبة أعلى من مرتبة السلوك لأنه اصطفاء. وما كان حتى إن
أوصيف الحكيم الترمذي أول من أسس لفكرة الجذب يقول عندما يصف المجتهد السالك والمجذوب إلى العرفة إلى المعرفة يقول بمعنى بهذا المعنى ما بالكم بين من كانت تصفيته من قبل نفسه ومن كانت تصفيته من قبل الله. فرق بين المعبود وبين العبد هو فرق المسافة المعرفية بين السالك والمجذوب. الفئة الثالثة هي السالك المجذوب. السالك المجذوب هو الذي يعي بأنه مجذوب إلى الله وفي نفس الوقت يجتهد من نفسه لكي يحقق بوعيه هذا تكافؤا بين ما يريده هو وبين ما يراد له. هؤلاء السالك المجذوب يقولون إن السالك لا يستطيع، السالك لا يستطيع أن يكون شيخ تربية، والمجذوب لا يستطيع أن يكون شيخ تربية، السالك المجذوب هو فقط الذي يناسبه أن يكون شيخ تربية. وفعلا حقيقة ربما وصف المجاذيب لم ينظر إليهم كثيرا بنظرة الجمالية والإبداع الأدبي بقدر ربما إلا نادرا مثل عبد الرحمن المجذوب وغيره، لكن أكثر ما وجدناه هو وصفهم بالخبل والجنون. ابن خلدون لا يفرق بين المجذوب والمجنون، يعتبره مرفوعا عنه التكليف ودخل في باب الخبل إلى غير ذلك، مع أنه يقول إن هذا الخبل عرفاني، يعني الخبل نتيجة لكن أسبابها عرفانية، أنه مأخوذ عن نفسه بالله تعالى. وبلاثيوس استند على هذا لكي يجعل الجذب والتصوف في أغلبه يجعله حالة مرضية. ربما قلنا دائما إن مراجعة لا يوجد حسم في الموضوع، ومراجعة التراث ضرورية، نقرأه بنظارات جديدة، نحاول على الأقل أن نستكنه الجميل فيه، إن لم نستطع فلا أقل من ذلك. جذور قصيدة النثر وعزو أدونيس المواقف. أول شيء أدونيس في الستينات عندما اكتشف كتاب المواقف في رفوف مكتبة الجامعة الأمريكية في بيروت، النسخة التي طبعا قبل بروز نسخة أو قبل صدور نسخة أربريكا، نسخة نويا، كانت إضافة نويا، كانت فقط المواقف المخاطبات التي حققها أربري، ذهل بفكرة الشذرة وبالتكثيف الشعري عنده. هذا طبعا ملمح واضح عند النفري، فلسفة الشذرة واختلاجات الإنسان فيها. لكني ولذلك ربما أسس مجلة المواقف بعد ذلك اقتداء أو محاولة للاستجلاب من النفس الشعري للمواقف. أنا الذي أخذه على أدونيس حقيقة، وهذا يعني كتبته وليس شيئا جديدا، الذي أخذه على أدونيس حقيقة إنه ربما تمسك بالشكل الأدبي ولم يربط الشكل الأدبي بحقيقة التجربة. النفري علاقته بالنص ليست النفري علاقته بالنص ليست علاقة نصية، علاقته بالكلام الذي هو موجود في المواقف المخاطبات ليست علاقة نصية، بدليل أن الرجل لم يكتب، هذا ليس كتابا، لا بداية له لا نهاية له، لا ترتيب له، لا عنوان له. هذا الرجل كان يتكلم عفو التجربة الشفهية، كان هناك شخص يتابعه، قد يكون حفيداً أو سبطاً كما يقول التلمساني، قد يكون مريداً مطلقاً، وكان يدون، ضاعت الجذاذات، احتفظ ببعضها، رجع نسخها بعد ذلك. فالتوغل في حقيقة التجربة الروحية للنفري يجعلنا نعارض أدونيس في اعتباره قصيدة النثر، في اعتباره النفري بوصفه شيخ قصيدة النثر أو أبا قصيدة النثر، من جهة كون قصيدة النثر فكرية. هو يعتمد جدا أدونيس على فكرة، على مسألة الفكر، فكرية قصيدة النثر. لا غبار على هذه المسألة، لكن ليست عند النفري، بالتأكيد ليست عند النفري. شكلا ربما تقع في نفس الخانة الإبداع الشعري، وأعتقد أجمل تجليات الإبداع الشعري كانت في النصوص الصوفية في تراثنا، الأجمل على الإطلاق. والنصوص النثرية ربما الصوفية كانت أجمل حتى من النصوص العمودية المنظومة. لكن أن يعزى ذلك إلى كون النفري أبا قصيدة النثر التي تقوم عند أدونيس، طبعا أتكلم أنا بمفردات أدونيس بمعاييره التي تقوم على الفكر، هذا شيء مرفوض، لأن النفري أساساً في تجربته يلغي الفكرة كلياً، لا يقول بناءً على فكر، هو تجربته ليست استرجاعية، لم يفكر ليقول،
قيل له، وكان ما يحصل في التعالي كان يقوله، ما يسمع في التعالي يقوله، وليس هو إلا ذلك تلك الوسيلة التي تنقل، لا أكثر بالنسبة له. هو هناك وهو هنا، الذي هو هنا، اللغة التي هي هنا تنقل ما هو هناك. هذا هو خلافي مع أدونيس. وهناك بعض الباحثين حتى في شكل الكتابة الشعرية عند أدونيس، بعض الباحثين يقولون إن أدونيس استلهم شكل البنية النصية للنفري، لكنه لم يستطع أن يمسك الإيقاع الروحي له. وفعلا إذا أخذنا بعض نصوص أدونيس وبعض نصوص النفري وقاربنا بينها، تشعر أن هناك شيئا ناقصا، يمكن لا تستطيع أن تقوله في معايير دقيقة، لكن تستطيع أن تصفه أن هناك شيئا ناقصا عند النفري. العقل عند أدونيس العقل مكثف في إنتاج هذه الشذرة، عند النفري هي عفو، أريحية التجربة وعفوها. هذا ما أستطيع أن أقوله في هذه النقطة. الدكتور محمود، حقيقة أتفق معك، النفري يقدم لنا النموذج المثالي للصوفي السالك لله، لا يعنيه أن يعرف، قلت هذا أنه رجل لا يعنى بشيء، وهذا أصل تجربة نفي السوى عنده، كل شيء، الشهرة سوى، الكلمات سوى، اللغات سوى، الناس، الأفكار سوى. يقول إنك إذا وعيت بأنك تراه فأنت في السوى، لأنك مشغول بأنك تراه، مش مشغول بمن تراه. فهو حقيقة يمثل حقيقة التصوف كفكرة عرفانية، كتصور عرفاني. قصة التخفي لا، هو لم يتخفى إطلاقا، لم يكن، لأنه لو تخفى يكون قاصدا، ولو كان قاصدا لم يكن ممثلا حقيقيا للتصور لفكرة نفي السوى التي يتبناها. يزعم بعض الباحثين الغرب إنه كان يكتب باسم مستعار، أنا أستبعد هذا نهائيا، لم يكن يعنيه أن يكتب أصلا، ولا باسم مستعار ولا باسمه. بعضهم قال كان ملاماتيا يتخفى، لا يظهر هذا، لا يبدو عليه أبدا في التجربة عند قراءة الكتاب إنه كان ملاماتيا بالمرة. الرجل كان هكذا سائحا في محض تجربة الجمال في حضرة الخطاب الإلهي، لا أكثر ولا أقل. التعبير عن الذات عند المتصوف يقوم على نفي الذات حقيقة، وهذا ربما مقابل لعلاقة لأقول علماء الكلام المدرسة العقلية بالذات، عندما يعرفون مثلا في كلمة التوحيد لا إله إلا الله يقولون لا معبود بحق إلا الله، عند الصوفية لا موجود بحق إلا الله. ومن هنا ربما دخل على بعض الصوفية باتهامهم بالزندقة والكفر وغير ذلك، وعلى عصيم ابن العربي عندما زعم إنه في قوله بوحدة الوجود إنه يرى بالحلول ويرى أن الله هو هذا التمازج الكلي بين الكائنات والممكنات والمستحيلات وغير ذلك. والرجل كان واضحا جدا إن يقول إنه يستعمل مصطلحات ليست للعامة، اللغة التي يستعملها ليست لغة مفهوم الوجود، وإنما مفهوم الوجود الحقيقي، ليست لغة العبادة إذا قال عبادة، وإنما العبادة الحقيقية. إذن هناك شيء حقيقي في محض التجربة المتعالية، وهناك شيء مجاز الذي نستعمله نحن، وأعود لي هنا أربط بسؤال الدكتور أحمد، نستعمله ويستعمله ما يسميه الغزال علماء الرسوم، ويحكمون من خلاله على تجارب الصوفية فيعدمونها نصوصا أو أشخاصا، والله تعالى أعلم. هل كلامي مسموع أم كنت أتكلم وحدي؟ نعم دكتورة، نعم الآن، لأنه يعني النت ضعف عندي الآن. أنا خفت أنه انقطع النت وكل الكلام واضح جدا، لكن الآن يعني الجملة الأخيرة عندي عند المستمعين واضح. أكملتي دكتورة؟ نعم المدرسة. تمام، شكرا جزيلا لكم دكتورة، فقط الجملة الأخيرة اللي ما سمعتها، شكرا جزيلا. كلمة الختام على عميد كلية الآداب الأستاذ الدكتور عبد الباقي بدن المحتوى، تفضل دكتور الكلمة معك. شكرا دكتور مهند، يعني شكرا دكتورة الشفيقة، يعني على مدى ساعة ونصف تقريبا من المتعة والمعرفة والثقافة والجمال
وحقيقة محاضرة ممتعة مفيدة، أثارت يعني حقيقة تساؤلات وحوار كثير ومداخلات كثيرة، وإن دل على شيء إنما يدل على أهمية هذه المحاضرة وأهمية المعلومات القيمة التي طرحت فيها حقيقة باسم عمادة كلية الآداب الجامعة المستنصرية. نتشرف بتقديم شهادة تقديرية لمقامك الكريم ممزوجة بمحبتنا واحترامنا وحقيقة تقديرنا الكبير والعالي لك، على أمل إن شاء الله أن نلتقي بك في محاضرات قادمة إن شاء الله وفي مواضيع جديدة. كل الشكر للزملاء الأعزاء حقيقة من الحضور الكرام الأحبة من الجامعات العربية من الشعراء والأدباء والمفكرين وأساتذة الجامعات وطلبة الدراسات العليا، كل المحبة كل الشكر كل التقدير لهم لحضورهم ومشاركتهم في هذه المحاضرة. نتمنى لك دكتورة شفيقة المزيد من الحقيقة الإبداع والنجاح والتفوق والتألق العلمي، ونسأل الله أن يحفظك ويديم هذا التواصل المعرفي الكريم. تقبلي وافر محبتنا واحترامنا وتقديرنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا لكم جميعا، أكرمكم الله. شكرا جزيلا لكم دكتور، شكرا جزيلا دكتورة شفيقة على المحاضرة القيمة جدا، وكما قال الأستاذ عبد الرزاق الربيعي في الشات أن فيض معرفي وثقافي. شكرا جزيلا لكل من حضر معنا، على أمل اللقاء بك دكتورة شفيقة إن شاء الله في محاضرات قادمة. أحبتي الكرام تقبلوا وفاءك محبتي وتقديري لكم، نلتقي وإياكم إن شاء الله في محاضرات قادمة، دمتم بأمان الله. في أمان الله، مع السلامة، في أمان الله، تصبحون